هروح لليبيا حيث تحتضن القاهرة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم مؤتمرا كبيرا للمصالحة بين كافة الأطراف الليبية. ده خبر مهم. ليبيا دولة جوار، ليبيا الجار الغربي اللي حدودنا معاه 1200 كيلو متر، يعني حاجة مهولة جدا. مصر فاعلة في الملف الليبي. هروح للأستاذ عبد الستار حتيتة الخبير المتخصص في الشأن الليبي. مساء الخير أستاذ عبد الستار. مساء النور، مرحبا. القاهرة تحتضن مؤتمر المصالحة بين الأطراف الليبية في منتصف أكتوبر القادم، وهو موعد استقالة السراج وحكومته. من سيحضر كده الاتفاق من هذه الحكومة المستقلة؟ أولا، القاهرة تحتضن مؤتمرات كثيرة سواء كانت معلنة أو غير معلنة في محاولة دؤوبة لحل الأزمة الليبية. ولهذا ما يتردد عن احتضان القاهرة لمؤتمر للمصالحة في الشهر المقبل، أنا في رأيي هو جزء من منظومة عمل مصرية مستمرة منذ فترة طويلة بالتنسيق مع أطراف محلية في ليبيا وبما يتوافق مع المقررات الدولية. يعني أنا لا أعتقد أنه سيكون مؤتمرا فارقا بالنظر إلى كل اللقاءات التي تشرف عليها القاهرة أو تتواصل مع الأطراف التي تشرف عليها في مناطق أخرى كالمغرب أو جنيف أو غيرها. لهذا يعني أي لقاءات مزمعة في الفترة المقبلة تصب في نفس الطريق الذي سلكته الدولة المصرية، وهو تقريب وجهات النظر ما بين الأخوة الليبيين. أستاذ عبد الستار، هل تعتقد أن هذا المؤتمر سوف ينهي 10 سنوات من الحرب والدم والدمار؟ أنا أعتقد أنه مؤتمر يعني يدور في جانب من الجوانب الكثيرة التي تعقد حولها مؤتمرات. هو يعني يأخذ جانب معين، أعتقد أنه يعني يتماس مع بعض القيادات، لكن هناك مؤتمرات أخرى أكثر شمولية كالمؤتمرات التي تبحث في النظام السياسي، مجلس الرئاسي، الحكومة المؤقتة، طريقة توزيع المناصب في المواقع الحاكمة كالمصرف المركزي وغيره. يعني هناك مؤتمرات وهناك لقاءات حول كثير من الأمور. هذا المؤتمر كما قلت يأتي كنقطة من النقاط التي تدفع في اتجاه المصالحة وفي اتجاه تقريب وجهات النظر ما بين الليبيين وبعضهم بعضا. هل سيكون لسيف الإسلام معمر القذافي دورا في المرحلة القادمة في الشأن الليبي؟ والله أنا أعتقد أن دور الإسلام سيف الإسلام القذافي ذو وجهين، وجه سياسي ووجه قبلي. الوجه القبلي له محددات معينة تتعلق بالواقع في ليبيا وتتعلق بعادات وتقاليد موجودة لدى القبائل الليبية. إذا ما عاد سيف الإسلام القذافي على صهوة القبلية فسيكون هناك محاور معينة للحديث عنها، وسيكون هناك زخم قبلي يسير في طريق محدد. أما إذا جاء سيف الإسلام الطريق المحدد أنهم بيتكلموا على ترشيحه لرئاسة الجمهورية، لا إذا جاء على صهوة القبلية فالموضوع سيأخذ طريقا آخر لا علاقة له بالسياسة ولا بالحكم. سيكون موضوع قبلي يتعلق بالطريقة التي اغتيل بها والده وأين دفن وكيف أخفي ومن المسؤول. يعني طريق قبلي يخص المجتمع الليبي والقبائل الليبية، وهذا طريق مختلف تماما عن المسار السياسي. المسار القبلي له معطيات وله ظروف تختلف تماما عن الظروف التي تتعلق بالوضع السياسي. إذا جاء سيف الإسلام على صهوة القبلية فستتم أو ستجري إجراءات معينة تخص القبلية وتخص عملية القتل والغبن ومكان الجثة. طيب هنعمل إيه في القوات الأجنبية اللي موجود على الأراضي الليبية بعد مؤتمر المصالحة؟ هل المصالحة دي ممكن تنهي وجود القوات الأجنبية على الأرض الليبية؟
تتحدث عن المصالحة المزمعة في القاهرة التي تتحدث عنها منذ نعم. قليل. أنا قلت أن هذه المصالحة هي جزء بسيط من إجراءات كثيرة تشرف عليها الدولة المصرية وتشرف عليها الكثير من الأطراف الليبية وتدور في عواصم عدة ولديها محددات تتعلق بالسياسة وتتعلق بالأمن وغيره. طبعا هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالمرتزقة الأجانب الذين دخلوا إلى ليبيا، وهناك أيضا إشكالية تتعلق بالميليشيات وطريقة تفكيكها، وإشكالية تتعلق بالجماعات الإرهابية. كل هذه الأمور يعني يبدو أن بعض الأطراف الدولية لا ترى فيها معضلة كبيرة وتؤجلها وترحلها إلى وقت لاحق، وأنا أعتقد أن هذا خطر كبير، وهناك كثير من الأطراف الإقليمية ترى أنه خطر كبير. لابد أن تكون هناك ضمانات لخروج المرتزقة ولتفكيك الميليشيات ولمحاربة الجماعات الإرهابية بالتوازي مع عملية الحل السياسي وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة. أشكرك أستاذ عبد الستار حتيتة، الخبير المتخصص في الشأن الليبي.